سيادة الرئيس السيسي، طبيب الفلاسفة، الموسيقار، الفنان التشكيلي، راقص الباليه، خد من كام يوم قرار تاريخي عشان يثبت انه انسان نبيل ومش مجرم ومستبد وقتال قتلة زي ما ناس كتير فاكرة، وافرج عن عدد من المعتقلين السياسيين اللي الرئيس السيسي المجرم المستبد قتال القتلة كان رميهم في المعتقل من سنين من غير اي تهم. الله عليك يا ريس يا حبيب الملايين. كنا عاوزين بس نعرف منك، يعني يا ترى السيسي اللي افرج عن المعتقلين يحب يقول ايه للسيسي اللي كان حابسهم؟ تشرب شاي. لا معلش يا جماعه، يعني يا ريت نبطل بقى قله ذوق شويه ونخلي عندنا دم ونحترم نفسنا، ومش كل شويه بقى نقعد ننزل لسياده الرئيس ونفكره ببلاويه اللي عملها في البلد قبل كده، ونفضل بقى نقول له انه ياما حبس ناس وقتل الافات واخفى شباب قسريا وارتكب مجازر ولف قضايا لابرياء وجوع ملايين والحاجات دي. يعني مش معقول كده، ما يمكن الراجل تاب عن كل ده وتغير وبقى طيب وكويس والبلح النشفة خلاص طريقت وبقت حنين. واللي بياكد الكلام ده اننا بقالنا فتره طويله قوي ما سمعناش ان الرئيس ظلم حد ولا اعتقل حد ولا حبس حد. كل الموضوع يعني انه من كام يوم بس الاجهزه الامنيه بتاعته قبضت على 4 بوابين غلابه عشان كانوا عاملين فيديو بيقلدوا فيه بشكل كوميدي اغنيه عن ارتفاع الاسعار. بس الاربعه دول ما اتحبسوش عشان احنا عايشين في دوله قمعيه يعني لا سمح الله، لا خالص، احنا حبينا بس نعرفهم غلطهم عشان ان شاء الله لما يخرجوا من السجن بعد 4-5 سنين ولا حاجه بالسلامه، ده لو خرجوا يعني، ما يعملوهاش تاني، ويروح بقى يسيبوا اكل عيشهم والعمارات اللي بيحرسوها ويعملوا فيديوهات ترياق على الاوضاع الاقتصاديه والاسعار المولعه. اهو لما يخرجوا ان شاء الله لا هيكون في اوضاع اقتصاديه ولا اسعار اصلا. افرضوا هم مشغولين في تصوير الفيديو العمارات دي كانت اتسرقت مثلا، او حد ابن حرام استغل ان الحراس مش موجودين وراح شال العمارات دي على كتفه وجرى بيهم، كانت تبقى مصيبه. ومن 3-4 ايام نفس داخليه السيسي اللي عكشت حراس العمارات راحت هجمت على بيت اعلاميه اسمها صفاء الكروبيجي وخدتها ومشيت عشان عملت فيديو برضه بتنتقد فيه الوضع الاقتصادي المنيل اللي البلد فيه، ومن ساعتها محدش عارف لها طريق جر. وفي نفس اليوم الشرطة برضو قبضت على إعلامية تانية اسمها هالة فهمي كانت واقفة في اعتصام ماسبيرو، ومن ساعة ما اتمسكت وهي متبخرة ومش عارفين اترمت في أنهي زنزان. طب وهي كل مصيبة في البلد الشرطة هي اللي هتعملها يعني ولا إيه؟ لا طبعا، هي هتلحق على مين ولا مين؟ عشان كده القضاء النزيه خلال اليومين اللي فاتوا قرر يتدخل هو كمان عشان يساعد الشرطة في قمع الناس وما يسيبهاش لوحدها، ومحبش ان الاسبوع يفوت كده من غير ما يبقى ليه دور في الاحداث الوسخه اللي بتحصل في البلد، ورفض الدعوه اللي كانت قدم بيها عبد المنعم ابو الفتوح اللي محبوس احتياطي في سجن السيسي بقاله كام سنه وبيطلب فيها نقله من الزنزانه الانفرادي اللي قاعد جواها من يوم ما دخل السجن لزنزانه عاديه، وكمان عاوز يتعامل معامله ادميه ويسمحوا له بالعلاج. مش فاهم انا بصراحه ايه الطلبات العجيبه دي، ما طبعا لازم تترفض. هو احنا لو هنعاملك كويس جوه السجن امال كنا سجناك ليه من الاول يعني؟ ده احنا الناس اللي بره السجن اساسا بنعاملهم وحش وبندوس عليهم، هنعاملك انت كويس بأمارتي ايه؟ ولما ننقلك زنزانه عاديه الزنازين الانفرادي دي نعمل بيها ايه مثلا؟ نسيبهم فاضيين كده ولا ناجرهم مفروش ولا نحبس فيهم الساده الضباط بقى عشان تنبسطوا؟ معتقلين اخر زمن والله. بالنسبه بقى للعلاج فاحنا في السجون المصريه ما بنعترفش بحوار الادويه والحاجات الكيماوي دي لان العلم اثبت انها مضره جدا، فبنعالج المساجين عن طريق جلسات الكهرباء اللي بنعملها لهم بس. يا عم هي دي شويه الاعتقالات والاخفاءات القسريه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، حاجات بسيطه يعني ولا تذكر وممكن تحصل في اي دوله مستبد عادي. وما تقولش ابدا ان سياده الرئيس راجل مؤذي ولا مجرم ولا رئيس عصابه ولا اي حاجه من اللي بتتقال عليه. وبعدين هم الكام خبر اللي قلناهم دول ييجوا ايه جنب الخبر العظيم اللي سمعناه من كام يوم وقرار السيسي التاريخي بالعفو عن مجموعه من النشطاء السياسيين اللي كانوا محبوسين في السجون بتاعته عشان يخرجوا ويعيدوا في بيوتهم وينعموا بالحريه والرخاء اللي البلد عايشه فيهم في عصر سمو الزعيم؟ ويا دوب قرار العفو ده طلع من هنا ولقينا الاعلاميين والمطبلاتيه واللجان الالكترونيه والصحفيين اللي قاعدين تحت رجلين السلطه علقوا الكهارب وعملوا فرح وتحزموا وهتك يا راس، وقعدوا كلهم يتغزلوا في سياده الرئيس الطيب الجميل عاشق الحريه اللي حقوق الانسان بتنقط من بلحته وهو ماشي، وساب كل المشاغل اللي وراه والاقتصاد اللي بيبوظه والجنيه اللي بيغرقه والبلد اللي بيخربها وراح بنفسه عشان يفتح ابواب السجن ويطلع المعتقلين اللي جواه. والجماعه المطبلاتيه دول اللي مالوا السوشيال ميديا الايام اللي فاتت بشكر وعرفان السيسي النبيل حسسونا ان طبيب الفلاسفه كان قاعد في قصر من قصوره الكتير كده لا بيه ولا عليه وعمال يفكر في الازمه الاقتصاديه والديون اللي البلد غرقانه فيها وبيقول لنفسه يا ترى اعمل ايه عشان احل المشاكل دي؟ افرض ضرائب ورسوم جديده على الناس ولا ارفع الاسعار تاني ولا اغلي البنزين ولا اروح ابني بتاع 10 كباري كده ولا حاجه في نفس واحد عشان الاقتصاد يعدي من عليهم وازماته تتحل والدنيا تتظبط. وفي عز ما هو قاعد يعصر في نوايته بص فجاه على السجون فاكتشف ان في معتقلين محبوسين جوه بقالهم سنين من غير اي تهمه، فاتخض قوي وقال ايه ده؟ هي السجون بتاعتي فيها معتقلين؟ من انت الكلام ده؟ انا اساسا باني السجون دي كلها عشان تفضل فاضيه كده ومحدش يتسجن فيها،
لا 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 المهزله دي لازم تنتهي. وقام سائل الرجاله اللي حواليه وقال لهم احنا عندنا كم معتقل في البلد؟ قالوا له ما تعدش والله يا رياس، السجون في عهدك ما شاء الله مليانه على اخرها، ومعارضين سيادتك متكومين فيها فوق بعض زي السردين، يعني عندنا في السجون حوالي 100,000 بني ادم كده تقريبا، يعني حاجه في الرينج ده. قال لهم لا 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 لازم نطلع عدد كبير قوي منهم، بتاع 40 نفر كده ولا حاجه. يلا ان شاء الله ما حد حوش، خلي الناس تعيد وتنبسط وتدعي لي. الحفله اللي عملها مطبلاتيه النظام وهم نازلين شكر ومدح في السيسي وبوس في ايديه ورجليه بعد ما ضحى وعفى عن 40 معتقل بحاله، خلتنا بقينا متلخبطين بصراحه ومش فاهمين حاجه. هما جماعه المعتقلين دول مش برضو سياده الرئيس السيسي هو اللي حبسهم ولفق لهم القضايا بايديه الشريفه، ولا احنا مش واخدين بالنا ولا ايه بالظبط؟ يكونش اللي حبس الناس دول الملك فاروق مثلا قبل ما يسيب الحكم، ولا جايز البوليس السري قبض عليهم في مظاهره سنه 19 عشان كانوا بيهتفوا ضد الانجليز ومن ساعتها هم محبوسين، ولما السيسي عرف طلعهم لانه شريف قوي وما يرضاش بالظلم. اصل لو هو اللي كان حابس الناس دول ولفق لهم قضايا وضيع احلى سنين عمرهم في سجونه من غير اي تهمه، يبقى بتشكروه على خيبه ان شاء الله دلوقتي على انه طلع كام نفر من ضمن عشرات الالوف اللي محبوسين ظلم. لا عندكم حق بصراحه، حاجه تستحق الشكر فعلا. المشكله بقى ان وصلت الغزل والمدح في السيسي اللي انتشرت في اليومين اللي فاتوا ما امشي بيها بس شله الاعلاميين والاخوه اعضاء اللجان الالكترونيه اللي منتشرين في ربوع السوشيال ميديا، لا دي اشترك فيها كمان مجموعه من السياسيين ورؤساء الاحزاب اللي هم بيبقوا عاملين نفسهم معارضين الصبح بدري كده اول ما بيصحوا، وبقيت اليوم بقى بيأيدوا السيسي عادي وبيدافعوا عنه وبيمشوا تحت باطه، ومنهم سياده الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. والسادات ده بقى بصراحه يعني كان له من كام يوم كده موقف شجاع ومشرف قوي، واول ما عرف ان داخليه السيسي خطفت وقتلت زميله في الحزب الباحث الاقتصادي ايمن هدهود ما سكتش وقرر انه يرد رد قاسي، وقعد كتب بيان طويل عريض باسم الحزب عشان ياكد كلام الداخليه والنيابه ويصدق على روايتهم المزوره، ويقول ان ايمن كان فعلا بيعاني من اضطرابات نفسيه وعصبيه وانه شاف ده بعينيه، والداخليه بصراحه كتر خيرها انها خطفته وحطته في المورستان عشان يتعالج، وانها لو ما كانتش عملت كده السادات بنفسه كان هياخد ايمن من ايده ويوديه العباسيه. وبعد ما السادات كتب البيان العظيم ده واشترك في جريمه قتل زميله وصاحبه، الاخوه في الاجهزه الامنيه انبسطوا منه قوي وقالوا له تعالى بقى عشان محتاجينك في طلعه جديده، وعاوزينك تشكر سياده الرئيس على قرار العفو عن شويه المعتقلين اللي افرج عنه، وتقول كلمتين حلوين كده في حقه قدام الغرب زي ان دي بدايه جديده وحركه حلوه من طرح النخله بتدل على عدالته وانسانيته، وان الرئيس بيمد لنا ايده بالحريه وما ينفعش نكسفه، وحاجات بقى من النوعيه دي. والحقيقه ان السادات ما كدبش خبر وعمل كده فعلا ونفذ اوامر الامن بالحرف. برافو استاذ سادات والله، هو ده شغل المخبرين اللي على حق. الحركه الخايبه بتاعت العفو عن مجموعه من المعتقلين دي السيسي بيعملها كل سنه في نفس الميعاد تقريبا، وبيحاول دايما انه ينفخ في الموضوع ويكبره ويعمل له بروباجندا كبيره عشان يوصل لامريكا ودول اوروبا ويسمعوه، عشان يحسن صورته شويه قدامهم بعد فضايح انتهاكات حقوق الانسان اللي بقاله 9 سنين بيعملها في البلد، وخلت الدنيا كلها تعرف انه شخص دموي ومجرم وعايش على قمع الناس. والسنه دي بالذات هو محتاج رضاهم عشان عاوز قرض جديد من صندوق النقد الدولي. بس السيسي كل سنه مش بيفرج عن شويه معتقلين كده ويقعد ساكت، لا طبعا، ده السيسي المجرم بتاعنا يعني مش رئيس السويد، وما يقدرش يستغنى عن الاستبداد ابدا في اي لحظه في حياته. عشان كده تلاقيه كل مره بيفرج عن شويه معتقلين بايده اليمين وفي نفس الوقت بيعتقل ناس تانية بايده الشمال. ما احنا مش هينفع برضه نطلع مساجين ونسيب مكانهم فاضي كده، لازم نملى السجون اللي بانيينها بالشيء الفلاني دي وصرفنا عليها مليارات، وده اللي حصل فعلا. وفي الوقت اللي خرج فيه مجموعه معتقلين من سجن السيسي في ناس تانية اتقبض عليهم واتخطفوا واختفوا قسريا عادي جدا، لمجرد ان هم فتحوا بقهم وقالوا كلمه او عملوا فيديو بينتقدوا فيه الذات السيساويه. مفيش شك ان خروج اي معتقل من سجن السيسي واسترداد حريته اللي اتخطفت منه ظلم دي حاجه تفرحنا وتسعدنا كلنا وتخلينا نتمنى ان كل المعتقلين يخرجوا، بس في نفس الوقت ما ينفعش نشكر عليها الشخص اللي حبسهم وقهرهم وسرق حريتهم وضيع سنين عمرهم ودمر حياتهم، لان مفيش حد بيخرج من السجن زي ما كان قبل ما يدخله ابدا. ما ينفعش نشكر الشخص اللي بيتعامل مع الناس كانهم عبيد عنده، يحبسهم وقت ما يحب ويفرج عن شويه منهم لما يجيله مزاج. الحريه حق لكل الناس، سواء عشرات الالاف اللي مرميين في المعتقلات ظلم او الملايين اللي عايشين في البلد اللي بقت سجن كبير في عهد السيسي. واللي يسرق حريه الناس لازم يتعاقب ويتحاكم، مش نشكره ونتغزل فيه وندعي له زي ما المطبلاتيه بتوع السيسي بيعملوا وعاوزين الكل يعمل زيهم، ولحد ما نشوف السيسي هيعتقل كام الف واحد في سجونه الايام الجايه. فمعنى اليوم حدوته، رمضان كريم ابو الحاج، ورمضان في بلدنا له حكايات. من ايه من كام سنه كده ابو الحاج كان رمضان هالل علينا والنفر مننا ما حلتهوش اللضا، ومفيش حد في البلد تمن لاقي لقمه يفطر ولا يتسحر بيها حتى، قوموا في عز الضنك نلاقي لك غفر العمده هاجمين على زريبه الواد بلبع السرجاني وواخدين البهيمه اللي حلت وماشيين بيها، والواد يجي علينا يا ابو الحاج وهو بيلطم ويقول الحقوني يا اهل البلد العمده الظالم سرق جاموستي. الله وكيل ابو الحاج، كلنا نزعل على زعل الواد والدم يغلي في عروقنا، ونقول له العمده ابن المره مش مكفيه الفقر الازل اللي احنا فيه،
كمان بيسرقنا في رمضان، واهل البلد تم يلموا نفسهم ويطلعوا على دوار العمده لاجل ما يلاقوا حل. وتو ما نقرب من الدوار نلاقي لك جناب العمده واقف يضحك وبهمه بلبع مرميه قدامه مدبوحه ومسلوخه ومتشفيه، والغفر عمالين يعبوا لحمتها في اكياس ويفرقوها علينا واحنا واقفين. كلام في سرك ابو الحاج، احنا نشوف اللحمه من هنا وننسى كنا جايين ليه، ونرتجع عن العمده ونتبسم في وشه وندعي له كمان. والواد بلبع بقى هيتجن وعمال يشيل من على الارض ويحط على دماغه، غيرش المطيبات يقول له خبر ايه يا بلبع، خليك حلو وفكر في اهل بلدك، اهو بهمتك هتاكلنا كلنا وتشبعنا، وكتر خير العمده انه فكر في الناس كلها مش في نفر واحد. والواد يسلم امره لله ويروح يربي ولده جاموسته اللي اتسرقت منه. عنها بالحج وعلى اخر الشهر الكريم ورمضان بيولي ويدينا ظهره، نلاقي لك غفر العمده بيركبوا على غيط القمح بتاع الواد سنابل ويلموا المحصول كله ويهموا بيه، والواد يجي لنا وهو بيبكي ونقول لا بقى العمده كده زودها على الاخر، ونلم بعض ونطلع على الدوار وبنلاقي العمده واقف بيضحك وقبله اكوام كحك ملاش اخر. اتابيه خد القمح من الواد وطحن وعمل بدقيقه كحك لاجل ما يوزعه على اهل البلد بمناسبه العيد الصغير، والخلق رقهم يجري على الكحك وينسوا كانوا جايين ليه، وكل نفر يتلافى علبه الكحك بتاعته من غفر العمده ويهم مروح، والواد سنابل يبكي بالدموع، غيرش المطيبات يزغدوا في جنبه يقول له يا واد قمحك اكل البلد كلاتها، حقك تفرح، والعمده كتر خيره ما سرقش غيطك وحطه في جيبه، ده فكر في اهل البلد، ربنا يكرمه ويطول عمره. الأكاد أبو الحاج، رمضان لما هل علينا السنة اللي بعدها الناس بقوا قاعدين على نار، وكل يوم بقوا يعدوا على زريبة بلبع وغط سنابل كأنهم مستنين إن العمدة يعمل زي ما عمل السنة اللي فاتت ويسرق البهيمة والقمح لأجل ما يوزع على الناس اللحمة والكحك، والناس تلمح جبران المفش قاعد في الجامع ورفع إيديه للسماء وبيدعي إن العمدة يسرق قمح سنابل، ودحروج المحندق بقى يتسحب لزريبة بلبع ويحط لبهيمته البرسيم بإيده، وناس سمعوه بيكلمها زي المكذوب وبيقول لها ايوه كلي كده لاجل ما تسمني ولحمك يبقى ملبس لما العمده يوزعوا علينا، وبلبع ما بقاش بيصدق اللي شايفه من اهل البلد وبقى يتف في وشنا ويقول مساركوا هتتسرقوا زي يا ولاد الحرام ومش هتلاقوا اللي ينجدكم، وكلنا نضحك ونقول ايش ياخد الريح من البلاط يا بلبع، هو احنا حدانا حاجه تتسرق، والمطيبات يقف ويقول بس ما تقولش سرقه ابن المواشي، العمده مش حرامي ده بياخد منا عشان يدينا. واللي يحصل بعد كده ما يتقالش ابو الحاج، الواد بلبع من كتر خوفه من غفر العمده وغيظه مننا يعمل عامله سود، يروح يسم البهيمة اللي حلته لحد ما تفرفر وترقد ميت، وهو يرقد جارها يبكي زي النسوان، ولما أهل البلد يعرفوا ينزلوا فيه ضرب بعد ما ضيع عليهم لحمة رمضان. سنابل بقى بالحج يقعد في غيطه حاطط إيده على خده، ولما غفر يسرقوا قمحه ما يتحركش ولا يتهز ولا يبص لهم حتى، بس اللي يحصل بعدها سواد، مفيش نفر في البلد خد كحك العمدة وحطه في حنكه إلا وجاله مغص وبطنه اتقطعت وجاب كل اللي في جوفه، وأهل البلد كلتهم باتوا ليلة العيد في الاسبيتاليا. أتاب الواد سنابل ابن كوم المعيز كان رشش محصوله كله بمبيت حشري قبل ما العمدة يسرقه، والغفر يروحوا يقبضوا عليه ويترمى في التخشيب، والناس كلتها بقوا يقعدوا يمصمصوا شفايفهم ويقولوا منهم لله بلبع وسنابل قلالات الأصل، هم اللي بوظوا الخير اللي العمدة الكريم الإنسان كان بيعمله عشاننا، صفخص عليهم عيال خونة ما عندهمش ريحة الدين. الأصل رمضان كريم أبو الحاج، ورمضان في بلدنا له حكايات، ونشوفكم على خير إن شاء الله.